ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الحديث الثاني عن مجاهد قال: خدرت رجل رجل عند ابن عباس رضي الله عنهما فقال له ابن عباس: اذكر أحب الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: حديث موضوع، حديث مكذوب على الرسول، على يعني ابن عباس، وأصلا ابن عباس ما قال الكلام ده للرجل، ولا حصلت القصة دي أصلا، لأنه في إسناد هذا الأثر غياث ابن إبراهيم، وغياث ابن إبراهيم العلماء اتكلم عنه كما تكلم عنه هنا مثلا الإمام الذهبي في كتاب ميزان الاعتدال الجزء الثالث. أنا بس دي الأدلة بتاعته اللي هو بيستند عليها وناشرها هنا في الشمالية، وقاعد يكررها كثير جدا جدا هذا الرجل. طيب، الذهبي يقول: غياث بن إبراهيم النخعي قال الإمام أحمد: ترك الناس حديثه. وعن يحيى: ليس بثقة. وقال الجزجاني: كان فيما سمعت غير واحد يقول يضع الحديث، يعني كان يضع الحديث، يعني ينجر له حديث من راسه ويقول ده قاله الرسول أو قاله الصحابي الفلاني. وأنتم تعرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال شنو؟ وإن كذبا علي ليس ككذب على أحد، وإنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ذي الحديثين هو بيستدل بهم، فظل آخر حديثين. الحديث الثالث اللي هو قبل الأخير اللي هو حديث قال إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلات فلينادي: يا عباد الله احبسوا علي، يا عباد الله احبسوا علي، فإن لله في الأرض حاضرا سيحبسه، فإن لله في الأرض حاضرا سيحبسه. الحديث يا جماعة ضعيف، ما صحيح، لأنه في إسناده في رجل اسمه معروف ابن حسان، ومعروف ابن حسان ده العلماء تكلموا عنه زي ما تكلم عنه الذهبي في ميزان الاعتدال في الجزء رقم 4. قال الذهبي: معروف ابن حسان هو أبو معاذ السمرقندي، قال ابن عدي: منكر الحديث، يعني حديث أحاديثنا يا جماعة ما صحيح، منكر يعني ما صحيح. طيب، وتكلم عنه كلام كثير جدا، الذهبي نقل هنا كلام ونقل له روايات باطلة غير صحيحة. الحديث الأخير اللي هم بيستند عليه حديث: إذا أضل أحدكم شيئا أو أراد أحدكم غوصا وهو بأرض ليس بها أنيس، يعني زول كان في صحراء وراحت له حاجة أو هو ذاته دار يستغيث بقى خلاص دار يموت، فليقل: يا عباد الله أغيثوني، يا عباد الله أغيثوني. شفتوا بيستدلوا بشنو؟ يعني انك ما تنادي الله، تنادي عباد الله من الاولياء وكذا، بيجيبوا له حديث، وحديث كلها ما صحيحه، حديث ضعيفه وبعضها باطله مكذوبه على النبي عليه الصلاه والسلام. قال: فان لله عبادا لا نراهم. الحديث فيه عبد الرحمن ابن شريك، وبرضه العلماء يتكلموا عنه هنا، ودي الكتب موجوده، وهو صدوق قال عنه الحافظ: صدوق يخطئ، وقال في ابيه: صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. فدي كلها حديثنا يا جماعة ما صحيحة، حديث ضعيفة، وأخرى أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. وشوف الجماعة الصوفية ديل من الكذب بتاعهم، يا أخي ربنا قال في آية واضحة: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. كلام ده عربي واضح ولا ما واضح يا جماعة؟ الله قال: فلا تدعوا مع الله أحدا. يخلوا القرآن الواضح والأحاديث بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس: إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، انتهى الموضوع. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا
دخل النار. ثاني في كلام ربنا قال في القرآن قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، ربنا قال الناس اللي بتدعون من دون الله ديل كان صالحين ولا طالحين، ربنا قال أروني ماذا خلقوا من الأرض، ناس بينادوا ست مريم، ناس بينادوا المرغني علي المرغني وحدين محمد عثمان المرغني، ناس ينادوا البرع، ناس ينادوا الكباشي، ناس ينادوا غيره، الله قال لهم اللي بتنادون من دون الله ديل كده بالراحة كده بدون زعل أروني ماذا خلقوا من الأرض. أنت مش ناديته داير لك مطر، مش ناديته ندهته داير لك جنة، مش ناديته ندهته داير لك رزق، داير حاجة منه، الله قال لك أروني وريني ماذا خلقوا من الأرض. الجبال دي خلقوها الشيوخ اللي بينادوهم دي المرغني ومين ست نفيسة ومريم كلهم، الجبال دي خلقوها هم في جبل واحد خلقوها، في حصحاصة واحدة في جبل حصحاصة خلقوها، في بحر خلقوها، في ترعة خلقوها، في نخلة من النخل الكتير ده ولا شجرة سايبة بتاعت مانجا ولا غيرها واحد خلقها من الأسياد والشيوخ دي. ربنا قال أروني ماذا خلقوا من الأرض، ده تحدي ولا ما تحدي؟ عشان ما تزعلوا تكورك كتير قول له، قل له بس أروني اللي بتناديهم من دون الله ديل أروني ماذا خلقوا من الأرض. ما في ما في. ربنا قال أم لهم شرك في السماوات، في السماء طيب عملوا شنو؟ في نجمة ركبوها، في شمس زحوها، في قمر طلعوها، قمر طلعوها، أم لهم شرك في السماوات. ربنا قال إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل، طوال الآية بعديها، ومن أضل، منو الأضل من الزول اللي بيدعو غير الله وبيدعو الأولياء وبيدعو الميتين وبيدعو الأسياد والفقر والفقيا؟ ربنا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، كلام ربنا واضح، يبقى ما يجوز يدعو غير الله ولا عباد الله ولا غيرهم، كله باطل. اللي بيدعو لهم عوض حسن خويلد ده شرك بالله، ويدعي قالوا برضو حسب ما قالوا ناس الحلة كلهم شهود رجال ونسوان، شفت كيف؟ وده اللي هو ده خال ده أخونا قال إنه بيعرف جوا بطن الأم في ولد ولا بيت، شغال موجات صوتية ها؟ يعلم الغيب، قال يودوا له المرأة حاملة يقول لها في بطنك في بيت، المرأة الثانية تيجي في تيمان اثنين أولاد وديك واحد ولد واحد بيت وديك عندها ولد، كذاب لأنه ده علم غيب. ربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله إلا الله. عوض حسن ما دخلنا، شيخ الرئيس الختمية بنوري ما دخلنا عوض حسن، الله قال إلا الله الغيبة إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون، إطلاقا ما يعلم الغيب. سيدة عائشة قالت في صحيح البخاري من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد كذب، لأن محمدا يقول لا يعلم الغيب إلا الله. سيدة عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت اللي بيحدثك إن الرسول يعلم الغيب ده كذاب. إيه عوض حسن شيخ الطريقة الختمية بنوري أو بالشمالية يعلم الغيب؟ عشان كده هرب من المناظرة، كان عندنا معه مناظرة الليلة ونحن جينا بعد العصر عشان نحكيها لكم لأنه في ناس طالبوا بالقصة. أخونا ده عمل نصيحة أو في الجامع بتاع التقوى، فقام اصطدم معاه وقال له داير معاكم مناظرة 200، قال يوم الجمعة ده براو عوض حسن شيخ الطريقة الخدمية، قال داير الجمعة الليلة يعني في شنو؟ قال يجوز دعاء غير الله والاستغاثة بالميتين، قال جايز. قال ناظروني في الكلام ده، جينا هرب مشي عطبره، قال عنده عرس، احنا زادنا عندنا عرس خليناه وجينا، واخونا هسه محمد علي ده جمعانا هنا عقدوا لي الليله في الجزيره في غريتهم ثلاثه، خل عقده خلجه عشان المناظره احقاقا للحق وابطالا للباطل. زول قال داير مناظره يزوق يهرب، رئيس الطريقه الختميه بمدينه نور مدينه نوري عوض حسن خوجلي يهرب يمشي عطبره، زول كبير كده يهرب عشان الكتب دي ما نجيبها يعني بنقراها، نوريك الختمية قالوا ده كتاب النور في زول زمان بيعرف الكلام ده، دي المدحة اللي بيقروها مش كده عمنا بيقروها لما مات لهم زول، بيقروها بين الأذان
المحكمة أو في المغابر أو ده الكتاب اللي بيقرأ منه. تأليف النور البراق في مدح النبي المصداق أو ده الكتاب تأليف قال ختم على العرفان واواوا السيد محمد عثمان المرغني. الزول ده جوا قال شنو؟ نحن ما هننبذه ولا هنشتمه، نحن هنقرأ كلامه. شوف الكلام ده، هل أبو جهل قال زيه؟ أبو جهل الكافر ده مشرك قال كلام قدر ده؟ حصل كفر زي ده؟ أسمع الكلام ده، كلام أخطر من الخطير يا جماعة. طيب قال في الصفحة رقم 119 قال يا ربي بالحسن الهمام الغالي هون علينا شدة الأهوال. بيعمل شنو؟ بيتوسل بالحسن المرغني، وده باطل، ده التوسل ذاته الباطل اللي هو بيؤدي إلى الشرك بالله. طيب قال بل أنت سلطان الرجال وغوثهم. البغيث منها يا جماعة الله، ده قال حسن المرغني البغيس الناس، حسن أبو جلابية شرك. ربنا قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. منو اللي استجاب؟ ربكم. مال حسن الله الله، شوف الكلام ده شرك كيف. قال بل أنت، قال بل أنت سلطان الرجال وغوثهم في حضرة القدس المنيع العالي، حاشا وكلا من يقول بميت حي مع المختار في إجلالي. قال حاشا وكلا إنه يقول الحسن ده ميت، قال ده حي قاعد مع المختار مع الرسول يعني في إجلالي. الحسن بتاع الغتمية قال حي وقاعد مع الرسول فوق، هو الرسول مات، قال لي الحسن. ربنا قال فإنك ميت وإنهم ميت. ربنا قال لما النبي صلى الله عليه وسلم مات، عمر قال ما مات رسول الله، أبو بكر الصديق جراجع رضي الله عن الجميع قال لا أسكت يا عمر، وإن الحمد لله نحمده ونستعينه، أما بعد فإنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قال قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الآية عمر قال ولا ما هو كذا، كيف يكون ما مات؟ الرسول مات، الحسن يبقى قال فحاشا انك تقول مات، مات وشبع موت الحسن ابو جلابية. طيب قال ويجيب من ناداه عند مآرب. ايوه ليه هو قال لك حي الحسن المرغني ده؟ قال لك يجيب من ناداه، ما تنادي الله، داير رزق، داير حفظ، داير مطر، داير اي حاجه، اوعك تنادي الله الختميه، قال لك تنادي الحسن يا ابو جلابية جيب مطر، وابو جلابية مات انحفرته سروال وما بتلقى، خلي جلابيته. طيب قال ويجيب من ناداه عند مآرب، اي زول عنده مأرب عنده غرض ما ينادي الله الختميه. دينهم كده، دينهم انك تشرك بالله، دينهم انك تكفر بالله، دينهم انك ما تعبد الله ولا تدعو الله، تدعو شيوخ الختميه. شيخ ده، شيخ ده قال لك ده زي الله واحد، تناديه من دون الله؟ ده صفحة كم؟ 119. قال ويجيب من ناداه عند مآرب في أسرع الأوقات باستعجال. كمان سريع ناديته خليت الله طوالي سريع، الحسن ده سريع قال باستعجال، زي واحد قالوا عيان عيان من مستشفى لمستشفى، قال لا دعو الله، قال يا أخي الله بيستجيب لكن بيطول. شو الكفر ده كيف؟ ديل الله قال لك شنو؟ قال لك الحسن ده ويجيب من ناداه في أسرع الأوقات باستعجاله، سريع جدا، وده شرك يا جماعة شرك، لأنه ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. أي زول يدعو غير الله، تدعو الحسن، تدعو الحسين، تدعو النبي، تدعو المرغني، تدعو ست مريم، تدعو الصحابي فلان أو الولي فلان، أنت كفرت بالله، لأنه الله قال في نهاية الآية إنه لا يفلح الكافرون. طيب في صفحة رقم 120 بيتكلم عن الحسن ده ذاته، قال قطب جليل، قطب، والقطب ده عند الصوفية، عند بعض الصوفية درجة القطبانية قالوا الصوفي بيكون الشيخ الصوفي قاعد بين الله وبين الواطة، فالله ده هم قالوا كده الصوفية، قالوا الله ما بينزل للعباد خير إلا يشاور القطب ده، يعني الحسن ده قاعد بينه وبين الله بين السماء، الله داير ينزل لكم
رزق من السماء. قالوا إلا يشاور الحسن أبتكة أو بجلابية، شاور أول حاجة، إذا وافق بينزل، إذا ما وافق بيرجع على الله تاني. حقيقة الكلام برضو هنا بعد شوية إنه شيخ ملك الموت جل المريد دارق لعروحه، شيخ الطريقة شيخ المريد جاء قال له ارجع الأمر نسخ، قال تلوب رجع تاني. هذا هنا موجود في كتاب الطبقات الكبرى للشعر، موجود هنا. طيب قال قطب جليل من سلالة هاشم أهل الصفا والسر والإجلال. قالوا دل من سلالة هاشم من سلالة الرسول، كذابين طبعا، الختمية ما عندهم أي علاقة مع الرسول لا في الدين لا في النسب خالص. طيب قال والكلام ده انت رايك فيه شو ده كلام الرسول يا جماعة؟ هل الرسول قال أعبدوا العباد وخلوا رب العباد خلوا الله؟ إذا ما عندهم علاقة. طيب قال أطحت رقاب الخلق خاضعة له والوحش في الفلوات والأفيال. رقاب الخلق كلها خاضعة للحسن ده. قال والوحوش ذات الأسود والنمور والتماسيح كلها قال في الغابات في الفلوات والأفيال، والأفيال ذاتها قال خاضعة للحسن وجلابية. كده يجيبون رقدوا تعيد فيل يعني يفجغوا كده ما يلقوا عمته تاني. طيب قال فالملك والملكوت طوع يمينه، الملك بتاع الله والملكوت كله قال طوع يمين الحسن المرغن، ما عند الله، الله ما ماسك الكون. قالوا الماسك الكون منو؟ الختمية دي. فالملك والملكوت طوع يمينه والكون والجبروت طوع شماله. ماسك لي حاجات بجاي من الكون، والنص الثاني ماسكه بجاي بيده الشمال. طيب يا ابو جلابيه او ابو عراقي، نحن والله في البلد دي المعيشه صعبه، انت ماسك الكون كله مش كده؟ مش هو كده؟ وناس مشوا الذهب حفروا ابيار اتهدمت فيهم ماتوا، ناس طاقتهم عقارب ماتوا، ناس مشوا الاغتراب تعبوا، ولا ما هو كده؟ ناس تعبانه صح؟ طيب اللي ادينا حاجه؟ اي هو وينه ذاته زي ما قال عمنا؟ هو ذاته وينه؟ قال السيد السند الكريم فلذ به، لذ به ما تلذ به الله، فلذ به عند الخطوب وشدة الأهوال. حصل مصيبة تلتجئ للحسن اللي هو ما في ميت ده، ما تلتجئ لله الحي الذي لا يموت. ده دين الصوفية وده دين الختمية، وكل الطرق الصوفية بالطريقة دي، شت ختمية برهانية تجانية قادرية سمانية ركينية عركية، كلهم ده دينه، ودي الكتب، دي كتب الطرق، ده دينه يا جماعة. طيب قال فلز به عند الخطوب وشدة الأهوال. الكفار زمان ناس أبو جهل وأبو لهب كانوا إذا ركبوا في حالة الأهوال والشدة، ركبوا السفينة ودار يغرقوا في البحر، كان بينادوا الله براو، زي ما عكرمة قال رحمه الله، قال كان المشركين إذا ركبوا في السفينة كل زول قال بشيل صنم صغير من البيت، أول ما يركبوا في السفينة يمشوا نص البحر والأمواج تجر تغرقهم، قال ألقوا الأصنام داخل البحر وقالوا يا رب يا رب يا رب انجدنا. دل المشركين لما نتعصروا شديد بيرجعوا لمنو؟ لله. الصوفية قال لك في حالة العصرة أوعك ترجع لله. قال لك شنو؟ الصفحة 120 السطر الأخير، قال السيد ده الحسن السيد السند الكريم فلز به عند الخطوب وشدة الأهوال. أي بالحاجة عند المصائب. والكفار المشركين زمان عند المصيبة بيلجوا لمنا يا جماعة؟ لله. أخير من دل مع إنه ده كفار. شوف الكلام ده كيف؟ ونفس الكلام ده قاله البرعي. البرعي اللي هو الآن التلفزيون كله البرعي برعي 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 برعي، وسائل الإعلام البرعي البرعي، ده كتابه اسمه ديوان رياض الجنة، تأليف عبد الرحيم البرعي، ودي صورته. أها تاني نسوي له شنو؟ نعمل له رقم وطني؟ شفتها كيف؟ في صفحة 119 البرعي قال شنو؟ قال نفس الكلام ده، قال في حالة المصائب والأمور العظيمة المهمة ما تنادي الله، نادي غير الله. شفتها كيف؟ في صفحة 119 قال قصيدة إسماعيل بن عبد الله الولي، هذا الكلام. قال إناب خطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل، قطب الوصال الكردفان الذي قد خصه من ربي تبجيل. قال إذا حصل خطب أو مصيبة أو أمر عظيم في البلد تنادي إسماعيل لأنه ولي، ما تنادي الله. إناب خطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل. نفس الكلام نفس الكلام في الصفحة 120 برضو البرعي قال شرك ثقيل جدا، قصيدة الشيخ أحمد التجاني.
قال إن ضاق عيشك مرة بزماني، العيشة بتاعتك ضاقت والرزق بتاعك بقى قليل، فانزل بسوح العارف الرباني. ما الله برضه، شفت كيف؟ نجم الهداية ذي المكارم والتقى، شمس الحقائق أحمد التيجاني. ما تمشي لله، إن ضاق عيشتك تمشي لأحمد التيجاني ده. واسأل به مولى البرية نفحة ومراحما كالوابل الهتاني، فمحبه راق إلى درج العلا ويثاب بالتهذيب والغفران. تحب في الجنة تطلع درجات العلا والله يغفر لك، بس تحب أحمد التيجاني ويقول لك بنمدح الرسول. وين الرسول؟ ده كذب بتاع صوفية. قال ما خاب من يرجو به المولى ولا من يحتمي بحماه في الأكوان. أي زول يرجو الله بأحمد التيجاني ده ما بيخيب. في دليل على الكلام ده، في آية قالت لوزوا بأحمد التيجاني وأسأل الله عز وجل بأحمد التيجاني، في حديث نبوي قال كده، ده كذب وده شرك كله، لأنه ده من باب التوسل الشركي ذاته. شفت كيف؟ قال هو قطب كل الأولياء بعصره وممدهم بالسر والإعلان، ناهيك أن إمامه خير الورى بل شيخه في الورد والقرآن. قال الرسول بيجي بيعلم عديل، والرسول مات يا جماعة، أحمد التيجاني ما قابل الرسول صلى الله عليه وسلم. أوحي بعد رسول الله؟ في شنو حاصل شنو؟ وكلام باطل كثير جدا جدا. طيب المرغني ده مشى قدام في الصفحة، بس أقرأ لك آخر صفحة دقيقة بس، في الصفحة رقم 124. ها طيب دي حاجة كده أخيرة، قال في الصفحة 124 125، قال عليك الأسماء دي يا عمنا، بيتكلم عن نفسه محمد الحسن المرغني رضي الله عنه. قال أنا الإمام، لاحظ هو بيشكر نفسه كيف، أنا الإمام المبين العالم العلم العقل النزيه الشبيه الشامخ العالي السيد السند الطود الذي سجدت ملائك الملك الأعلى لإهلالي. الملائكة سجدت له، ها الملائكة قال هذا الكلام يا جماعة، أنا جبته من رأسي، أنا نبسته وقلت هنا على أبوه، قلت هنا على أمه، قلت يا عمنا ما قلته، ده كلامه. طيب قال ما زلت أرتع في ميدان طاعته وذكره أبدا في كل أحوالي، مراقبا ذاته في كل مرتقب حتى ظفرت بما راغبت في بالي، فكنت عين وجود القدس في أزل. يعني هو الله، فهمت؟ فهمت الحتة دي؟ ودي اسمها عقيدة الحلول والاتحاد عند الصوفية. الصلاة اليوم من الناس الصلاة الحلاج في ديوانه ده، بيقولوا أصلا إنه ربنا سبحانه وتعالى بيحل في العبد، فالعبد لما الله يحل فيه بيبقى الله ذاته، بتكون شايفه بشر لكن هو شنو؟ الله. عشان كده قال فكنت عين وجود القدس في أزلي، يسبح الكون تسبيحا لإجلالي. أنت بتقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، دي أصلا مش الله اللي في السماء، لا سبحان الله سبحان الله ده محمد الحسن المرغني، سبحان الله دي محلى محمد الحسن المرغني، ده معنى الكلام كده. طيب شوف الكفر ده كيف، قال وكل غوث به دان الوجود له أعرته خلعة من سندس القالي، أنا الوجود الذي قام الوجود به حقا وخلقا بترديدي وترحالي. لحد ما قال لذاك عاش جميع الكون في كنفي، فالطول طولي وأهل الفضل أطفالي، فاستفتحوا بي باب الله يقبلكم ويصطفيكم بتقريب وإيصالي، واستمطروا بي باب الفيض يغمركم بيوابل الكرم القدسي في الحال، فمن تمسك بي أو حل في حرمي نال المرام بلا ريب ولا إشكال، أنا الجليس على العرش المحيط به كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي. يعني هو الله، قال أنا الجليس على العرش المحيط به، وربنا هنا قال الرحمن على العرش استوى. المرغنية قالوا دين نحن ده ما الله، هو ده الكلام. صفحة 124 125، ده كلامهم. هنا في واحد وده كتاب مطبوع في الأمانة العامة، قال لمجلس القومي للذكر والذاكرين، اسمه سراج السالكين. شفت كيف؟ بتاع الشيخ محمد أحمد الشهير، محمد أحمد والبدر المشهور بالعبيد أم ضبان. ده واحد هنا قال ربنا أدى الكون 33 سنة بقى ماسكه هو ما الله، قال بعد ذاك بعد 33 سنة رجعوا لي الله
ما نقص من الكون جناح بعوضة. طيب ما في ناس فيه أكلوا مانجا؟ ما نقص كيف يعني؟ قال ما نقص منه جناح بعوضة. أنتوا رأيكم شنو يا جماعة بالكلام؟ هذا الكتاب. أيوة هنا في الكتاب، وكتاب مطبوع في وزارة الإرشاد والأوقاف، هذا الكتاب. شفت كيف؟ ده واحد. عندك برضه هنا كتب كثيرة جدا. ده كتاب برضه محمد عثمان الميرغني، اسمه فيوض البحور المتلاطمة. في الصفحة 93 قال البنى السماء ما الله. البنى السماء واحد شيخ من الشيوخ الصوفية اسمه العيدروس، وهو الكرسي بتاع الله والعرش بتاع ربنا. أيوة علشان تعرفوا النازل، ما دي الناس عاملين فيها أهل الدين. ربنا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. في منكر أكبر من ده يا عمنا؟ ما في. أيوة ما صدقوا، عشان تعرف إنه النازل على باطل وعلى شرك الختمية. والزول ده زاغ ليه؟ رئيس الختمية بنوري عوض حسن خوجلي، لأنه عارف الكتب دي، هرب. عرفتها؟ في الصفحة رقم 93 قال أنا عرشها هو، والكرسي أنا، أنا للسما بانيها، لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. قال كان ما غجلان من الله زاكر كان طفيه نار جهنم. وربنا قال ويوم نقول لجهنم هل امتلأتي وتقول هل من مزيد جد. ده كتاب قلائد الذهب تاع السمانية لعبد المحمود نور الدائم. في صفحة 78 قال مفتاح الجنة عنده بيده، مفتاح النار بيده. والله العظيم صفحة 78 شفت كيف؟ صفحة كم قلنا يا جماعة؟ ده دين الصوفية يا ناس، شت الصوفية كلهم. أي صوفي على وجه الأرض ينكر الكلام ده جيبه لينا، لا بنضربه لا بنشلته، بنقرا له كتبه عقيدته. شفت كيف؟ صفحة 78 قال ومن كلامه، ده تأليف عبد المحمود نور الدائم شيخ السمانية، من كلامه أنا موسى عليه السلام في مناجاته. قال هو موسى قال. طيب أنا علي في حملاته. شفت الكلام ده كيف؟ ده إبراهيم الدسوقي قال هو موسى عليه السلام وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال أنا كل ولي في الأرض خلعته بيدي ألبس من ألبس منهم من شئت. أنا في السماء شاهدت ربي وعلى الكرسي خاطبته. ها؟ أنتوا سامعين الكلام ده يا جماعة؟ طيب قال أنا في السماء شاهدت ربي، وطبعا كونه الله في السماء، الله في السماء معروف. ربنا قال أأمنتم من في السماء، دي عقيدة معروفة. طيب قال أنا في السماء شاهدت ربي، لكن ده كذاب، ما جاء السماء كيف؟ قال وعلى الكرسي خاطبته، أنا بيدي أبواب النار غلقتها. قفلها تب خلاص. وبيدي جنة الفردوس فتحتها، من زارني أسكنته جنة الفردوس. أو ده الكلام ده قلائد الذهب، توسل الشيخ محمد سمان، تأليف الأستاذ عبد المحمود نور الدائم، مشيخة الطريقة السمانية بشنو؟ بطابة. شفت كيف؟ يا جماعة ده دين الصوفية باختصار شديد جدا جدا، عشان ما تضيع زمنك ساكت. دار تضل الطريقة صحيح، أمشي أنظم لك مع طريقة وأربط نصك وأرقص. أنت طوالي بتضل الطريقة صحيح، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. والدين ده ما فيه طرق. ربنا سبحانه وتعالى قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، يعني الطرق. يعني الله قال ما تتبع أي طريقة، أي جماعة، أي حزب، لا صوفي لا أنصار سنة لا أنصار مهدي لا أخوان مسلمين لا تابع لناس عبد الحي يوسف لا غيره. خليك مع القرآن ومع شنو يا جماعة؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. دار تنجو ولا حاجة تانية؟ دار تنجو؟ دار تخش الجنة؟ تابع القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أي حاجة غير ديل، غير القرآن والسنة بفهم الصحابة، أي حاجة غير القرآن والسنة بفهم الصحابة دي بتوديك النار. أي حاجة غير ده بوديك النار، ما تضيع زمنك. لأنه ربنا قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن شنو؟ عن سبيله، عن سبيل الله يعني. ذلكم وصاكم به يا ناس لعلكم تتقون، ربنا قال كده. وربنا قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وبلدنا دي ما في شيء خاربة إلا ضلال التصوف والشرك اللي قاعد ينشروا شيوخ الصوفية القرينة أسدا. وده البرهانية، برهانية في الشمالية برضو فيه
لأنه محمد عثمان عبد البرهاني ده حلفاوي، عرفت كلامي؟ ده كتابه اسمه شراب الوصل، ودي صورته عشان تتأكد، بس عشان تتأكد. أيوة ده معروف، دي صورته وده ولده. هذا كتاب اسمه شراب الوصل. تعرف الكلام في الكتاب ده قال شنو؟ في الكلام في الكتاب ده قال نمرة واحد في المقدمة بس، قال أجود على أم لترحم طفلها، فرحمة من في الكون من بعض رحمتي. الرحمة حقت منها يا جماعة؟ قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. الآية ربنا قال كده ورحمتي وسعت كل شيء، كل شيء الرحمة حقت الله يا ناس. وربنا قال إن رحمة الله، ما رحمة البرهاني، إن رحمة منو؟ الله. أضاف الرحمة ليه سبحانه وتعالى؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالرحمة حقت ربنا يا ناس. ده قال محمد عثمان عبد البرهاني في كتابه شراب الوصل، وده بتاع المديح حقهم ذاته اللي بيطلعوا منه المدايح. قال أجود على أم، هو البرهاني، أجود على أم لترحم طفلها، فرحمة من في الكون من بعض رحمتي أنا محمد عثمان عبد البرهاني. في الصفحة رقم واحد قال وآتيت، البيت رقم أربعة قال وآتيت إبراهيم من قبل رشده. ربنا لأدى إبراهيم رشده. البرهاني قال لا، قال أنا لأديته. خاتي نفسه شنو يا جماعة؟ إنه إله. أيوة وآتيت، وزمان إبراهيم عاش كيف؟ وآتيت إبراهيم من قبل رشده فما هو إلا فلذتي وعطيتي. إبراهيم عليه السلام قال شرابي عذب سلسبيل مذاقه، وعلمي كنز في قلوب أحبتي، فما فاز في الأكوان إلا مسالم، وما خاب إلا من أراد عداوتي، وها أنا ذا أشفي السقيم من الضنى. البيش من يا ناس؟ ربنا قال وإذا مرضت فهو يشفين، ده ربنا، لا لا البرهاني قال دانا، قال وها أنا ذا أشفي السقيم من الضنى، وأجبر مكسور القلوب بنظرتي، وإني وأيم الله ما غبت عنكم، وعاريتي ردت لرب البرية. قال أنا ما مت. هم طبعا بيقولوا الديوان ده كتبوا بعد ما مات، بعد ما خش القبر قالوا رسلوا لهم من جوا بفيسبوك بواتساب، المهم رسلوا من جوا القبر، عشان كده قالوا البيت ده، قالوا ده الدليل حقه منه ما مات. دليل شنو ده؟ آية ولا حديث؟ ده كلام زول مسطول بس. قال وإني وأيم الله ما غبت عنكم، وعاريتي ردت لرب البرية، وإني فيكم فاشهدوني وعاينوا، جمالي موصول وسري بصحبتي. إلى أن قال، شوف الزول ده قال شنو بعد ذاك، ده قال كلام عجيب جدا جدا. قال فجبريل، صفحة رقم سبعة السطر الأخير، فجبريل ميكال وإسراف عزراء جنودي في التصريف هم تحت إمرتي. الملائكة كلهم شنو؟ جنوده هو، تحت إمرته هو محمد عثمان عبد البرهاني. طيب مشى بعد ذاك قدام، قال هو ربنا عديل، قال أنا الحق في الدنيا، أنا الحق في اللقاء، إذا الأرض مدت والسماوات حقتي. شفت الكلام ده كيف؟ يدعي الألوهية. نعم يدعي الألوهية يا جماعة، وده دين الصوفية كده، أي طريقة، أي طريقة تعجبك، ودي القادرية وده غيره وده غيره موجود. لكن دي بس سياحة سريعة لنبين السبب الخلى رئيس الطريقة الخدمية بمدينة نوري عوض حسن خوجلي إنه يهرب من المناظرة الحددة هو، واليوم الحدد. شوفنا احنا جايين من الخرطوم، بالله ما يستحي يا أخي، احنا جايين من الخرطوم ضيوف راكبين قريب خمسة ساعات جايين لمناظرة هو الطلبة، ما نحن طلبناه، رئيس الخدمية بمدينة نوري يجي يهرب يقول عندي عرس ماشي، هو حدد براءه ونحن ما سألناه. ها ده ما عاره، وده نحن الآن قاعدين جوا الشمالية الآن نتحداه، نتحدى أي شيخ طريقة صوفي دار يغش المسلمين ويضيع أمة النبي عليه الصلاة والسلام، الشرك والضلال والبدع يدعم ده. وبيقول لي ما تجابوا لهم موضة جديدة، كل ما رد عليهم بكتبهم بالآية وبالحديث بالقرآن وبالسنة يجروا يمشي يفتح بلاق، افتح بلاق الله يفتح راسك. احنا ما بنخاف من أي حاجة إلا من ربنا، طالما بنقول الحق بدليل بالكتاب والسنة، عرفتها؟ والحمد لله بنتكلم بحجة قاطعة بفضل الله علينا وعلى الناس من القرآن والسنة بما الصحابة والسلف الصالح، لا نخشى في الله لومة لائم، لأن ربنا قال الذين
يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الله قال كده، ده دين يا جماعة، وربنا بيسألنا من الكلام ده. كلام الناس اللي بيشوفوا حار ده، ده هو اللي بسببه بينصلح البلد دي وينصلح البلاد والعباد، لأنه الصوفية ديل شيوخهم ديل استعبدوا البشر، استعبدوا الناس، جعلوا الناس عباد لهم، يركعوا لهم ويسجدوا لهم ويعصر لهم كرعينهم، ولا ما حاصل؟ حاصل ده الحاصل، عرفت كلامي؟ فلو ما لقوا ناس انبروا لهم طلع لهم برا في الساحة كشفوهم بالقرآن والسنة، نحن ما قعدنا نميد يدنا على زول إلا زول يعتدي علينا، شفت كيف؟ لكن بنكشفهم بالقرآن والسنة، لو ما لقوا شغل زي ده والله الذي لا إله غيره حال ما ينصلح. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما شنو يا جماعة؟ ما بأنفسهم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.